طابت أوقاتكم. أكد مدير لجنة المسابقات بالاتحاد العام حسين البوسيفي لقناة ليبيا الحدث أنهم اعتمدوا جدول منافسات الدور الخماسي من مسابقة الدور الممتاز، ورفضت الأندية الخمسة في اجتماعات سابقة نظام التجمع في مدينة واحدة التي كان من المقرر أن يقام في مدينة البيضاء ترهونة. كان ذلك في اللقاء الذي جمع الخميس لجنة المسابقات مع مندوبي فرق الأهلي طرابلس، المدينة، السويحل، الأهلي بنغازي، النصر المتأهلة إلى الدور الخماسي. فيما يتعلق بالمنتخب الوطني، أرسل الاتحاد التونسي لكرة القدم خطابا للكاف احتج فيه على تحديد استادي وهران القديم في الجزائر لاستضافة مباراة منتخبها الأول مع ليبيا في تصفية إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا. وأوعز الاتحاد التونسي رفض لاعبهم المباراة على ملعب وهران بسبب سوء أرضية الملعب، مطالبين بتكليف لجنة لمعاينته. دوليا، حجزنا فتيات إسبانيا مقعدا لهن في نصف نهائي مونديال الأردن لكرة القدم بتغلبهن الأربعاء في ربع النهائي على حساب منتخب ألمانيا بهدفين مقابل هدف. وسجل خلال الشوط الأول منتخب إسبانيا الهدفين برأسية ناتاليا راموس في الدقيقة التاسعة، وآيفا ماريا التي استغلت هفوة الدفاع في الدقيقة 36، فيما جاء هدف ألمانيا في الدقائق المضافة في اللقاء بعد أن تابعت لينا أبردورف الكرة التي جاءتها من القائم الأيسر. في مواجهة أخرى، عبر منتخب ناشئات فنزويلا إلى نصف نهائي المونديال عقب فوزه على المكسيك بهدفين لواحد على ملعب عمان الدولي. وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول عندما تقدمت المكسيك بالهدف الأول برأس جازمين أريغي في الدقيقة 34، وفي 5 دقائق تمكنت دينا كاستينانوس من نيل ورقة الترشح لمنتخبها عندما سجلت هدفين، الأول في الدقيقة 35 والثاني في 39. جولتنا سننهيها بمقتطفات من مباراة من أجل السلام التي شارك فيها نخبة من اللاعبين المحتزلين وآخرين لا يزالون يداعبون بمهاراتهم قلوب عشاق المستديرة. Per lui prima che nel calcio, poi Maradona che con un delizioso pallone mette in movimento Mauri. Un altro passaggio a cercare l'inserimento di Bojan, poi cross ancora di Ronaldinho dall'altra parte. Arriva il pareggio con Canute che ha sorpreso Mondragon. Ancora Maradona. Totti, limite dell'area non tira. E poi prova la conclusione, Francesco. Totti. Quanti sono i gol complessivi di Totti? Allora, Totti in Serie A, campionato 250, cosa... il secondo marcato Totti. Sta bene che invece non c'ha nulla, i bambini per strada che quant'altro, bisogna ringraziare anche loro. 4-5-5-1-2. 4-5-5-1-2, intanto arriva il gol di Kavenaghi, di nuovo in vantaggio la squadra dei bianchi, si arrabbia. Nihayatul jawla. Ila al liqa'.